مشاهدينا في كل مكان، مرة أخرى عدنا إلى حضراتكم وصباح الخير يا بحر، وعودة مرة أخرى وزي ما وعدت حضراتكم إن هيكون لنا لقاء على الهواء مباشرة مع أقدم لعبة عرفتها البشرية وهي لعبة الشطرنج. يقال عليها لعبة الأذكياء، لعبة العقلاء، لعبة من يتدبرون الأمر. وكتير مننا بينصح إن ولادنا لابد إن هم يلعبوا لعبة الشطرنج، هي لعبة بتنمي العقول. يمكن لو كلمتكم على لعبة الشطرنج عايزة أقول لكم إن هي لعبة بدأت في الهند، طبعا مدينة العجائب أو بلد العجائب، من حوالي 2500 سنة. ولا شك إن العرب كان لهم دور كبير جدا في تنمية هذه اللعبة بشكل كبير. ويقال إن زوجة هارون الرشيد من أبرع لاعبي الشطرنج. أنشأ الاتحاد الدولي للشطرنج عام 1946، كانت أول بطولة عالم للشطرنج 1948. يمكن كمان لو كلمتكم عن اللعبة دي إن هي تلائم جميع الأعمار، يعني ممكن يلاقي فيها طفل بيلاعب رجل كبير، وزي ما احنا شايفين نقول تضافر الأجيال كلها في هذه اللعبة. أقيمت البطولة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة تحت رعاية الاتحاد المصري للشطرنج، وكذلك تحت إشراف منطقة الإسكندرية للشطرنج، في الفترة من الاثنين الموافق من 5/9/2011 حتى الأحد الموافق 11/9/2011، وذلك في مقر المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع الكائنة في 53 شارع الرصافة محرم بيك. اشترك في البطولة حوالي 231 لاعب، منهم 8 لاعبين من دولة السودان الشقيق، وعدد 3 لاعبات من دولة اليمن الشقيق. كما اشترك ايضا عدد 3 لاعبين حاصلين على لقب استاذ دولي IM، وكذلك 5 لاعبين على لقب استاذ اتحادي FM، وكذلك لاعب واحد حاصل على لقب CM، وكذلك لاعبة حاصلة على لقب WFM، وكذلك لاعبتين حاصلتين على لقب CM. وقمت البطولة بالنظام السويسري من 9 جولات، ولقد وايضا لعبت الادوار وفقا للنظام فيشر، اي ساعة ونصف لكل لاعب او لاعبة، مع اضافة 30 ثانية من كل نقلة منذ بداية الدورة، ولا يجوز التعادل قبل 30 نقلة. يمكن انا لو كلمتكم عن البطولة معانا ومعاكم على الهواء مباشرة، طبعا الحفل تم توزيع الجوائز فيه، ولكن الاول عليها كان الاستاذ علي ياسين اللي مشرفنا النهارده. اهلا بحضرتك يا فندم، اهلا بيك. ومعانا طبعا مدير البطوله الاسكندريه الدوليه للشطرنج الاستاذ مدحت محب، اهلا بحضرتك مهندس مدحت محب، وعضو الاتحاد المصري للشطرنج استاذ علي ياسين، البطل الدولي والحائز على المركز الاول في البطوله وعضو المنتخب الشطرنج الوطني. اهلا بيك يا فندم، والف الف مبروك على فوزكم بالبطوله. حقيقي كان احتمال ان انا اطلع الاول راحت في القلب. ليه؟ انا مبطل شطرنج من 15 سنه، كان ليا اهتمامات ثانيه. انا اصلا لاعب اتحاد كتاب مصر واديب، بكتب قصص يعني. واللي خلاني اطلع في الاول ايه؟ البطوله دي انا اصلا بدور احد الانديه في اسكندريه، في تلاميذ صغيرين بدربهم وفاهمين ان انا بطل مصر وبطل البحر المتوسط، بس الكلام ده على قديم، انا مبطل من 20 سنه. يعني حضرتك كنت زمان، بس دلوقتي بدات تستفيد الكلام ده. انا بطلت من 15 سنه، وقدام تلاميذي كان مستحيل ما اطلعش الاول تاني قدامهم، خفت ان انا يعني اتكسر قدامهم، وكان فرصتي بقول لحضرتك واحد في الالف. لا انا موجود اهو يا شباب وشايفين التلاميذ الصغيرين كلهم يسالوني عملت ايه يا كابتن؟ كان مستحيل اقول خساره، يعني اموت ولا اقولش خسرت، ده يمكن اللي طلعت الاول. طلعت من جوايا طاقات كامله، كل انسان جواه طاقات مستخبيه، لو عرف يتك على الزرار الصح هطلعها، الانسان فعلا يقدر يشيل جبل، لو عرف يتك بس على الزرار الصح. المسيح مشى على الميه، احنا على فكره نقدر نمشي على الميه لو قدرنا نتك على الزرار الصح. صح. وده نفسي، نفسي ومن عيني ثوره مصر تنجح، ويكتمل النص الثاني. عمل النص الاولاني، النص الثاني هو الاهم. النص الثاني هو الاهم، البناء واعاده الانتاج وحب مصر. نفسي بقى لازم يبقى هتجمل عشان مصر تطلع لقدام. يا رب. يعني يمكن من خلال البطوله النهارده الاستاذ علي ياسين البطل الدولي والحائز على المركز الاول في البطوله، يمكن اهم الحاجه اللي خلصنا منها ان هو حابب قوي مصر، انتماءه عالي قوي لمصر. يمكن من خلال الثوره الشعور الجميل اللي تولد داخلنا
ان كل واحد بيحب مصر وخايف قوي على مصر، فعايز يقدم لها حاجه، عايز يبقى اولاده اللي هو بيدرس لهم وبيعلمهم اللعبه دي فخورين بيه. هننتقل لجانب تاني، عايزه حضرتك تكلمني استاذ مدحت على بطوله اسكندريه للشطرنج. امتى هذه البطوله بدات والفكره؟ هي البطوله اللي فاتت كانت البطوله رقم 17. ايوه. وكانت توقفت 9 سنوات لظروف ما، يعني كانت خاصه بالتمويل المادي. تمويل المادي. تمويل المادي. هذه اللعبه لم تجد من يرعاها. محتاجه التدخل المجتمع المدني ورجال الاعمال الحقيقه بقوه. اللعبه مش مكلفه وبتغير وعي الشعب بكامله، يعني لان فيها قيم احنا محتاجينها جدا في مصر حاليا. زي ايه؟ كلمني عنها. هي لعبه الشطرنج. لعبه الشطرنج هي لعبه حرب بدون دماء، بس فيها قيم الحب والتسامح والسلام، لان مش عايز اقول الخصمين المتنافسين قبل المباراه بيسلموا على بعض، وبيكون في صراع فكري ما بين اللاعبين او المتنافسين، وينتهي بفوز احدهم او بالتعادل، وفي نهايه الدور برضه بيسلموا على بعض. القيمه الثانيه او اللي هم انا يهموني جدا بالنسبه للاطفال والشباب، يعني عارف ان في يعني مميزات او فوائد لعبه الشطرنج زي تعلم الذكاء، الصبر، القدره على التخيل، وحاجات كتير. انما انا في وجهه نظري الشخصيه في حاجتين مهمين جدا. اللي هما؟ الحاجه الاولانيه ان الشاب او الشاب او الولد او البنت بيتعلم ازاي يتعامل مع المشكله من صغره. الشطرنج لعبه فيها مواقف بتتغير كل فتره. بيجي يحل الموقف وهو موجود على اللوحه، بيفكر كويس، بيقول انا شايف هنا من وجهه نظري ممكن اعمل النقلات الفلانيه ديت ان الابيض يبقى احسن. اللاعب اللي قدامه ممكن يقول انا شايف من وجهه نظري لا ده موقف الاسود افضل. اذا هنا بتلاقي حضرتك ان في تفكير وفي مواقف متغيره، فهو بيبقى عنده القدره ان هو ياخد قرار وبياخد القرار. جيش كامل حضرتك بتفيد بخطوات ثابته، بخطوات جميله، يمكن كل واحد فيهم بيقوم بدوره، الحصان، الطبيه، الفيل، الوزير. الوزير ده على فكره دوره فعال جدا، يعني العسكري نفسه اللي هو اقل حاجه، ممكن ملك يموت، ممكن يبقى وزير. ممكن يبقى وزير له دور. المهم الموقف فين والمكان فين. عايز اقول لحضرتك يمكن بعد الناس عن لعبه الشطرنج الى حد برضو افتح سكه ثانيه، يمكن وجود هذه اللعبه بشكل كبير جدا على الانترنت. تمام. هو والناس بتلعب مع بعضها. فعلا. يعني انا عايز اقول لحضرتك انا ممكن العب شطرنج على النت بالظبط مع حد تاني من بلد ثانيه واستمتع جدا، بس هي بتبقى ادوار صغيره وحاجات كده، لما ممكن يتزنق الخصم يمشي ويزهق. الانترنت دخل بقوه في اللعبه. بقت في ويب سايت كتيره ممكن الولد او البنت او الشاب او الشابه يمارس عليها اللعبه. وممكن يبقى فيها تايم كنترول، يعني ممكن يلعب 5 دقايق شطرنج خاطف. ممكن الجيل الجديد اتخطف من اللعبه دي بالنت. النت النت ساهم في انها ان هو ان اللعبه تنتشر جدا. انا بس كنت عايز اتكلم حضرتك على نقطه ثانيه. اتفضل. اللي هو ان هاو تو هاندل بروبلم، يعني بيتعلم الولد ازاي يحل المشكله، ان الولد والبنت اللي بيلعبوا شطرنج بيفرقوا جامد عن اللي ما بيلعبوش شطرنج. الحاجة الثانية اللي هي مهمة جدا اللي هي بتعلمهم استقلال الشخصية، عنده شخصية مستقلة، لأنه ممكن يبقى قاعد مع مجموعة من أصدقائه وبيتناقشوا في دور من الأدوار، ويقول أنا شايف أنا رأيي إن هنا الدور الأبيض أحسن، فممكن هم يقولوا لا ده الأسود أحسن، وبعدين لا أنا شايف الأبيض أحسن، فتلاقيه صمم على رأيه ومشى في هذا الاتجاه. يعني ده معناه إيه؟ معناه إن هو لما في سن معينة لما يجي مثلا حد يقول يمين أو شمال هيبدأ يشغل عقله، فمش هيروح في أي اتجاه. حضرتك بتحط ايدك على مشكله وعصب شبابنا. يمكن هرجع تاني لاستاذ علي ياسين واقول لك انت بتتعامل مع الشباب، يمكن ولادنا محتاجين فعلا ازاي نعدل من، يعني نخليهم يفكروا تفكير علمي، منهجيه التفكير العلمي، ازاي ابني يبقى يفكر قبل ما يتكلم. يعني اهالينا كانوا فكري قبل ما تتكلم. احنا عندنا في الشطرنج اول حاجه الواحد يشوف بعينيه، بعد كده يفكر بدماغه، واخر حاجه يعملها يحرك ايده. لو حرك ايده الاول قبل ما يفكر او قبل ما يشوف هيخسر. وان تاتش خلاص انتهى. لازم يعني لازم اخر حاجه الايد. ونعلم العيال الكلام ده، عندنا قاعده بتقول الكلام ده من اهم القواعد. ثاني حاجه برضه من ضمن الحاجات الجميله في الشطرنج ان الوحيد اللي ممكن يترقى العسكري لو اصغر حاجه
ما ينفعش ترقي طبيعه، ما ينفعش ترقي اي قطعه الا العسكري، اضعف حاجه. زي ما احنا حالنا كده احنا ممكن كلنا نبقى وزراء بعد كده. على فكره ما اسمهش وزيره، هو اسمه ملكه، احنا بس بنقول عليه كوين يعني، احنا بنقول عليها هو في الانجلش كده هو كوين، بس احنا زي في الكوتشينا اللي هو الكينج بيتقال عليه شايب عندنا في مصر ان هو كينج يعني اصلا كوين او الملكه، بس احنا في مصر يعني برضه احنا مفهومين احنا بنسميها، على فكره احنا ما بنقولش ملكه، احنا بما ان احنا عارفين اسمها ملكه بس اللي هي الدرجه وظيفه بنقول وزير، بنحب نقول زي ما بيقول الشعب المصري بنقلده مش بنتكبر ونقول ملكه خالص. ماشي، برغم ان من يكتب اللي بنقول كوين اتش 4 مثلا بنحاول نكتبها كده، ما ينفعش نقول وزير اتش 4 من كوين، بس بنحترم طبعا. تاني حاجه كنت عايز اقولها ان انا بفضل الله يعني رايح يوم 14 نوفمبر امثل مصر وكل في العالم، واختاروني مع يعني بفضل الله قوي الراجل يعني الكبير ده مبعته يلعب، وصدقيني نيتي اعمل القنبله يعني ناوي ربنا يكرمك تبقى ماشي مع الثوره كده ان انا اجي ان شاء الله واعمل حاجه حلوه. اهم قيم الشطرنج يا استاذ علي؟ اول حاجه الصبر، ثاني حاجه زي ما قال مدحت حريه اتخاذ القرار، ثالث حاجه الدور ممكن يستمر. عايزين نعرف الناس الشطرنج لما بيتلعب لايف ممكن يقعد الدور يوم كامل؟ لا لا لا، كان زمان كان زمان الدور ممكن يقعد لمده طويله جدا، دور واحد يوم الدور واحد كتير، كان في حاجه اسمها نقله سريه سيلد موف، اللي جايين نجيب ضعف ونكتب النقله السريه ونحطها، وبعد ما نستريح اللاعبين يجي يكملوا الماتش وهكذا الى ما لا نهايه. بعد كده عمل حاجه اسمها نظام الجيلوتين او المقفله، الماتش لازم يخلص خمس ساعات، يعني يخلص خمس ساعات، الساعه بقى اللي بتحدد بقى اللي قاعد يلعبوا بقى فاليوم خمس زي لعيبه بسرعه عرفت لما الدور يطلع، واخد بالك؟ ده النظام الجديد، لكن قبل كده كان في حاجه اسمها سيلد موف، الماتش ممكن يقعد يوم ويتاجل لثاني يوم وثالث يوم، دلوقتي لغوا الكلام ده لان ماشيه بقى مع العصر، مع العصر ما ينفعش الكلام ده، وبداوا يعملوا كمان لعب خاطف في الماتش 25 دقيقه وبليتز الماتش 8 دقائق عشان يخلوا الناس يحبوا اللعبه، عشان الناس عشان رتم الحياه السريع. ايوه هنرجع تاني لمنهجيه التفكير العلمي، وما احوجنا في الفتره دي ان احنا نخلي اولادنا فعلا يبقى عندهم تفكير علمي، ازاي اتخذ القرار، اعرف احط استراتيجيه لحياتي، الخطه لحياتي. قد يجد البعض ان كلامي ده فيه نوع من يعني ايه من العلميه الشديده، ولكن دايما بنقول يكسبون دائما من يفكرون وليس من يتخيلون بقلوبهم. يعني انا ما امشيش ورا قلبي في اي حاجه، اقول لا ده قلبي دلني هنا، لا اعمل هدف، اعمل هدف واشوف ايه هي الافكار. طيب انا بتكلم دلوقتي عن الشطرنج في جزئيه ثانيه خالص. يمكن زمان عرفنا ان في حاجه اسمها اللعبه دي قائمه على التعامل بالحصان، اللعبه دي قائمه على كذا، وعرفنا وجدنا كتب وقريناها عن الشطرنج. وصلاح الدين كان بيعمل ايه، ونابليون بالظبط، وهتلر فعلا عظماء العالم وقادة الحروب في العالم كانوا يلعبون الشطرنج في اوقات فراغهم. بارعون في لعب الشطرنج. بالظبط. جدا، الملوك وحتى في الدولة العربية وفي الخلافة الإسلامية كانوا كلهم يعني محترفين في لعب الشطرنج، يعني بيلعبوا باحتراف، وكان لدرجة إن بعض الحروب كانت بتحصل إن الملك هذه الدولة يلعب مع ملك هذه الدولة، واللي ينتصر يبقى هو فعلا الموضوع يعني هو اكثر عقلا يعني وقادر على التفكير، يبقى هو ده اللي يكسب الحرب. انا عايز اتكلم بس على نقطه مهمه جدا. الشطرنج دي جزئيه تاريخيه حبينا بس كده ايه؟ ازاي نعمل نهضه شطرنج في مصر؟ يعني باختصار انا لما باجي باسس اي مبنى لازم اعمل الخطوه الاولى صح جدا بنسبه 100%. ما ابداش بالخطوه رقم 5 او الخطوه رقم 6، ابدا بالخطوه الاولى اعملها صح، بعد ما انتهي منها تماما ابدا بالخطوه الثانيه وهكذا. يعني انا لو جيت عملت الخطوه الاولى حتى بنسبه 20% صح وطلعت، هلاقي في الاخر ان المبنى عندي شيكنج بيتهز مش مظبوط. احنا اهم حاجه ناسس اكاديميات، وهنا اللعبه انا بقول انها مش مكلفه. اكاديميات موجوده في كل مكان، ممكن في مراكز الشباب، في بعض الانديه الخاصه عندها اكاديميه، وتحتك الاسكندريه عاملين نادي للشطرنج. انا بتمنى ان احنا نؤسس اكاديميات للشطرنج في مراكز الشباب، في المكتبات، في الاماكن اللي هي بيقبل عليها الاطفال والشباب، بحيث ان ممكن احنا نعمل فيها منهج. يبقى المطلوب ايه بالظبط؟ هل مطلوب مساحه كبيره مثلا؟ هل مطلوب ايه بالظبط علشان اعمل اكاديميه للشطرنج هنا تخدم حي محرم بيه؟ تمام. اكاديميه اخرى للشطرنج تخدم القاطنين مثلا بالرمل اسكندريه، رمل تاني اسكندريه. تمام. وعايزه في الاماكن الشعبيه قبل الاماكن الراقيه حضرتك. بالظبط ده المطلوب. يعني انا حاسه بيهم لان الناس دي
لو انا يعني حطيت الشباب في لعبه الشطرنج وحطيتهم بالفعل فيها، اعتقد مش الشطرنج بس، اعمل لهم اكاديميات في القدم واكاديميات في الشطرنج واكاديميات، مش هنشوف حجم المعاناه وحجم نقول العنف اللي في شباب المناطق الشعبيه. اهم حاجه يكون في اراده واخلاص، بمعنى ان انا يكون عندي انا الفكر موجود، الاراده والاخلاص، ان انا شيء المكان موجود، انا الاكاديميه مش هتستلزم غير ديمونستريشن بورد لوحه عرض مش مكلفه وعدد من الشطرنجات، ويكون في المدربين موجودين كتير جدا وعايزين الفرصه. لما هيلاقي ان في نظام محترم موجود، ان مثلا لو تتعمل باشتراك ولو اشتراك رمزي، يبقى كده المدرب هيروح يبدا يشرح طوال العام. اهم حاجه عن هذا الاشتراك للمناطق الشعبيه، نطالب بتدخل رجال الاعمال لدعم الفكره الرشيده دي في توجيه شبابنا. ما نشكيش ان شباب المناطق الشعبيه الى حد كبير هم مش لاقيين يروحوا فين يا جماعه. الشباب ده شباب بتخرج من الجامعه بيقعد ما بيلاقيش حاجه بيعملها، بيبدا يحط حاجه على الارض، يبيع في ساعه زغلول، يبيع في اي حته علشان ياكل، ده لقمه عيش، ما نقدرش نتكلم عليهم كلمه ولا نصف كلمه. الشباب ده لو لقى من يرعاه في الرياضه، في شطرنج، في اي حاجه، اعتقد المواضيع دي هتهدى جدا، دي طاقه جدا. يعني اقول لحضرتك على حاجه، استاذ علي ياسين عضو المنتخب الوطني لاكثر من 20 سنه وكابتن منتخب مصر وبطل افريقيا، بدا يلعب شطرنج عنده 20 سنه بالعزيمه والاصرار، اصبح واحد من اهم واعظم لاعبي شطرنج في مصر، وهو الاستاذ الدولي الوحيد في مدينه الاسكندريه، بدا اللعب عنده 20 سنه. دلوقتي الشطرنج ممكن الناس تتكسب منه، يعني اصبح ان ممكن يجيب دخل. الولد او البنت اللي بيتعلم شطرنج او الشاب بتاع اللي علمه عنده الموهبه واصرار، ممكن يصبح بطل، ممكن يلاقي مصدر دخل كويس. يعني انا بطالب حضرتك يعني يا ريت ان المجتمع المدني ورجال الاعمال ان هم يتدخلوا في هذا الموضوع ويساعدوا. انا مش بطالب الدوله بشيء، الدوله عليها عبء، انا عارف ان عليها عبء كبير، انا بس بطالب الدوله بحاجه واحده، ان احنا يا ريت لو نقدر نخلي الشطرنج يخش المدارس. يعني انا مش هقول ان ماده اجباريه، ولو حتى الناس تاخد عن الولاد والبنات ياخدوا. كان دايما الجدود اللي يعلمونا الشطرنج حضرتك. تمام. يعني انا مثلا جدي اشوف يلعب شطرنج، انا الجدود هم اللي كانوا يغرسوا فينا حب الشطرنج. تمام. هديه، اول هديه مثلا في شهاده، يا ريت الهدايا تبقى ذات مغزى، ما نجيبش هديه استهلاكيه. لا، اعتقد ان الهديه لما تكون لابني شطرنج علشان يلعب بيه مجموعة سلسلة كتب في حاجة معينة، أنا بفجر فيه طاقة معينة. دول أجدادنا اللي كانوا بيعملوا معانا الكلام ده. بطل عالم في الشطرنج الأسطورة اللي هو روبرت فيشر أو بوبي فيشر، البطل الأمريكي الوحيد اللي قدر ينتزع بطولة العالم من السوفييت سنة 72 وصار أسطورة في الشطرنج، بدأ إن كانت أخته هو عنده 6 سنين اشترت له لوحة شطرنج، ومن ساعتها أسر باللعبة تماما وصار بطل للعالم. هدية، أسطورة، هدية، بدأت بهدية. كنت عايز أقول لحبيبي غيرها، أنت عايز تعرف ده قدم أمة. إيه في نسبة اللي بيلعبوا دومينو وكاولا حطيهم مثلا تحت شرطة، تحط اللي بيلعبوا شطرنج فوق. النسبة دي عندنا في مصر للأسف مزرية. أي دولة متقدمة هتلاقي الرقم ده يطلع لك يعني اكتر من واحد صحيح، يعني واحد مثلا هي الدول اللي بتحب التفكير. يعني من تعمل بالعقول. يعني انت لو قعدت تفكر كتير، حتى مش هناكل كتير، مش هنصرف كتير، هنفكر في كل حاجه قبل ما نعملها. ده حتى احنا درسنا يمكن الشراء لازم يبقى له تفكير علمي اسمها منهجيه الشراء. ازاي انزل اتسوق الاول، اخد فكره، احط السلعه والسلعه البديله، ازاي اشتري. الشراء هناك له اسلوب. كليه البيزنس ادمنستريشن هناك هي الكليه القمه. ليه؟ لان هي اللي بتخرج العقول المديرين. يعني انا بقول دايما الكلام ده، افتح بيه عقول الساده المشاهدين، لما الاقي ابني بيفكر ما اقولوش اقعد صم، احفظ وتعالى سمع لك. هذا هو الاسلوب. الفرق بيننا وبين التعليم البريطاني او التعليم الامريكي، انت ما ذاكرتش ليه يا ابني؟ انا ذاكرت، انا بحل. العيل بيقول كده، انا بحل. فاحنا للاسف محتاجين التفكير. والشطرنج فرصه. وبعدين انا حلقة الضوء على الاستاذ علي بقى في حاجه، الاستاذ علي في سنه ده الناس قاعده على القهوه، لا، الاستاذ علي بيفكر
وبينتج وعنده هدف، فدي قابلية للحياة من شكل تاني. ما استسلمش ان انا اقعد على القهوة وانا خلاص ربيت ولادي او انا عملت او انا لسه اهو. لا على فكرة بكتب قصص حلوة جدا ومهتم جدا كمان، يعني اتمنى انكم تنقد بس في الابداع على فكرة. المفروض الناس في المرحلة دي تبدع. انا لما طلعت معاش بيت فاضي قعدت اكتب قصص كده كهاوي، رديتها اتحاد الكتاب، عملوا لي عضو عامل وبدات اكتب وناس كتير. احنا عايزين لقاء تاني بقى لحضرتك على الكتاب. كبير. لا عملت لقاء، عملت لقاء على الكتاب في القناه 5 من يوم الشهر، بس للاسف ما شفتوش، بس خدت السي في بتاعته واتفرجت عليه عندي وصورته معايا على الكتابه. انا سعيده جدا يا استاذ علي، والف الف مبروك، وان شاء الله تشرفنا على مستوى العالم. ومرة تانية هتوجه بالشكر للمهندس مدحت محب، مدير البطولة، بطولة اسكندرية الدولية للشطرنج، وعضو الاتحاد المصري للشطرنج، والاستاذ البطل علي ياسين البطل الدولي وحائز على المركز الاول في البطولة وعضو المنتخب الشطرنج الوطني. ميرسي قوي قوي، الف مبروك، تشرفونا ان شاء الله. شكرا جزيلا باذن الله. ان شاء الله نلاقي ان احنا نلعب هذه اللعبة زي ما قلنا بعد الثورة. مهم قوي ان احنا نجد في كل مكان رياضة معينة، ولو وجدنا الشطرنج اعتقد ان هذه اللعبة الراقية الهادئة ستنمي عقول ابنائنا. انا بطالب رجال الاعمال يتضافروا مع اتحاد الدولي للشطرنج عشان يطلعوا لنا جيل جديد من هذه اللعبة. ميرسي يا فندم، اهلا وسهلا، نورتونا. نتواصل مع سيادتكم ونتواصل. في المية وانا في هواك دايبة يا حبيبي.